التحيز والتمييز والعنصرية على أساس الدين أو العقيدة، المذهب أو الملة، الطائفة أو الأصل، العرق أو اللون. التعصب وكراهية الأجانب أشكال العنصرية تختلف من مجتمع إلى آخر، لكنها موجودة في كل المجتمعات. عربياً تتفاوت الفئات التي تعاني من التمييز العنصري، يتصدرها العمال الأجانب. أوضاع بدأت تتغير مع زيادة التوعية والحد من نظام الكفالة. تونس كانت السباقة عربياً إلى تجريم العنصرية عبر قانون أقر عام 2018. الإمارات أصدرت بدورها قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015 للحد من التمييز بين الأفراد. هل توافق على اتهام المجتمع العربي بأنه عنصري؟